بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. الدور الأول من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرس الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا صعدي كتاب كاني خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين وسكالها ينك اللي راهدو عمر عبد الجبار وحور هذه الشيخ رحمه الله تعالى. الدور وريقة دور كاسو الأول هرياه من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي رسول كيسي نلوشي سي حقي دي أيوك هذا أو كهذا، يعني وحوك شاكينا تاريخ دي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه تاريخ نولاتك نبينا أيو كشاكينا مركا سيدا أن شلبه رأن وشارني، يعني كتابك سيدا قيبوت أيو ككوبية قيبتك كوبات وعيكو سابسنتاي ويك هذا ليس نبي عليه الصلاة والسلام ولادتي سي لقب اللابو على شدي سي لقب اللابو إلى يعني لقب جارايو هجرتي نبي عليه الصلاة والسلام أو رنك مدينة أو هجرودي قيب طلباتنا هجرتي لقب الله إلى وفاة نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه أيك هذا ليس قيبت قدام بيسوس سيد حادنا خلافتي أفرتها وحكم إذا تاريخ نولد كيدي تاريخ دي نولوشو دي وحكم إذا أيك صاب سنتها مركا قيبت كوبات وحي ككو بنتهي لو أي سو جرته ولادة اللقب اللابو إلى بعثدة هي بعثدة إلى هجردة أنت أي ككو بنتهي وعقد مركا شيخ رحمه الله تعالى لبد دور أي كدغه والدور ككوبات من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وككبير هذا دور كاللباطنا وحوك ديك دونا يعني وحيكم بالله بتانك إيا بعثدي لبداس أمبي بككوا بانتاي مركة تاريخ ذا تاريخ نرولاتك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مركة لقهات الله وابو سد حداس سد حداس هو لقب بالله ولادتي إلى بعثته ومن بعثته إلى هجرته ومن هجرته إلى لحوقه بالرفيق الأعلى أما إلى وفاته مركز سيداس أي أرنت أصعتا وحيدي جرنا علماء مركز مركو بيرا هذا الدور الأول ترجمة ذا سوحي لما يلجوكتا يعني كتابه كلا وحكدن بيانا مركو بيرا هذا تصالحا سيدنا محمد وحي لما يلجوكتا بابه كلا بابه كلا بمنزلة الباب مركو حيكدن انت تصالحا السوحي هذا كتاب الصلاة أو كلا
تاب صلاه مرك اللي يراد وقت ربنا سو سو هوس قلي ما يا اي مركاس ترجم الله قصير لغي باب مواقيت الصلاه ساسوك عليه اي كدغن الدور ايورا هذه دورك دورك سو الاول هرايه يعني قيب كهرم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول كيسة حياة ديسي هي تاريخ نرولات كيسي حقي ذا يوكا هذا بعد كلا طوع رابك ارتضريك الدور غيبك دورك سؤال أول هرائية دورك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمدة هذا محله ومبحثه ومرك أول هي من حياة رسول الله لبضى بوان صفينينا خبر كنا واسو قدرنا سيدنا محمد الدرس الأول الدرس درسك درسك سوء الأول إهرياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما يتعلق بسيدنا محمد أوح سيد كان محمد صلى الله عليه وسلم كصابسا وكهد الله أيوه دروس أيوه قد لغي شيخ وكتابك إلى هذا قيب تان أفرت الإيسدي درسي أيوه قد لغي ونركي دونا هو رسول الله إلى الناس كافة وهو سيدك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلهي رسول كي سوي رسول الله إلهي أحد كأوصاد دريوي رسول وبمعنى مرسل مركة وهي كميتها هي أن رسولك وحي كمتهاي وحياليه علماء صرافتو أي ديه جران واسم مفعول أو وشاد أهو وحكمتها فعل كالثلاثي اسم جيس مفعول وحياله أو كي ماذا شدودهان فعول أي كمتها بارك هذا الرسول كان واسم مفعول وولب بمعنى مرسلة وحير هذه المركة اسم مفعول كهدي الله إذا في فاعل كيسي وحير هذه وبمعنى اسم الفاعل سيدي اسم فاعل أي أفسر ما مركة هذا يعني ما شاند رسول الله عدة وحصادرتي والله صوماه رسول كان هو أحد كلا صادري مركا ما شو حيا اسم مفعول فاعل كيس لا إضافي وحال رأى مركا إن طوفة سرته سيد اسم فاعل وكلا محل هذا رسول الله إلهي أحد كو صادري رسول الله إلهي أحد كي أو صادري يعني إلهي أو صادري ليه أدميزت رسول الله إلهي كيس لصادري إذ أو وكيل أغا هو يعني درير هذي أنا ذي وكيل تيمجر تو أساس صادره يعني ما كان صيف يرسل معني اسم مفعول لمدو كده دمع لكن قاب كسنة أفا ستار رسول الله إلهي أحد كو صادره إلى الناس دتك أنت كو صادره كافة حال ناس كأيهم تمانتو أي إله صادر سبحانه وتعالى وآخر الأنبياء أنبياء أحد في أود بيو وإمام الرسل رسوشة هو قام يهودي يهرجوه هودي جاء هو الرسول بالدين دين أي إله دين كاسو الإسلامي إسلام لونس به الذي دين كاسو لا يقبل الله إلهي سبحانه وتعالى
يوم القيامة في يوم القيامة قيامة مال كذا يحدث دينا أو سن أقبلين دين كاسو غيره دين كإسلام كأن أهينه وعلي من رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه دين إسلامي وإله سبحانه وتعالى مال انت قيامة دين أن أصيغ أهين عدنا أوسن كأقبل دون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وخلالها وهو سيدك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه من نسل سادات قريش بيش قريش اللي يراهده سادات كيدي كويدا مضحضة وشرفت له أبد كودي أيوك مدي هيو ألقى أيوك سو جيدا قريش تو أشرف قبيلة بالمد وشرفت بضان أهد قبيلة في مكة مكة لحدي دي كسوغن في مكة مكة لحدي دي كسوغن يدوي مكة سو المكرمة إلا كراميه ويتصل الروا ويتصل نسبه نبي نسب كيسو بإسماعيل نبي إسماعيل أيو لحر لسنه إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه واقف الله الشيخ صاحب القدر كها ابن إبراهيم إسماعيل كو ابن إبراهيم إن إبراهيم ها همزة المقرة لكن والغرد واقع وخلط إن تراهدو إسماعيل كاسو بني ما بني إبراهيم دي هميس لفظيقة إن تقول واقع دار ربا لكن قرآن الكسيدة سال ربا إن إماشا كقول ناطايا ربا إسماعيل كاسو ابن إبراهيم إن إبراهيم ها عليهما إسماعيل إبراهيم دشودي السلام سلام هذا أسئلة هذه أسئلة سؤال وجمع سؤال من أحدك سيدنا سيدك النؤويه محمد صلى الله عليه وسلم بماذا شيء جاء هو سيدك محمد كاهو أولي مذي دينهان مركل إلى هذا من أي قبيلة بلك تماه حق يدنا أبواه سيدك لبديس آبائك هذا يعني هو باب التغليب آبائي هو يأي له جدا آبيس يهو يديس بشيك سجدا بمن دولك يتصل نسبه سيدك محمد نسب كيسو أو لحرير سنه الخلاصة وعير هذه الجواب تكوبنه الخلاصة هذا محلها ومبحثها الخلاصة الجواب تكوبن وأسئلوين كاس لقب حنا إياه هذا محلها ومبحثها سيدنا سيد كينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وهو سيدك رسول الله إلهي رسولك يسوي وإلهي أحدك أصادري إلى الناس ضدك انتك أصادري أجمعين أمانتور جاء وهو رسولك بالدين دين أي ليم دي دين كاسو الإسلامي إسلام كلون اسمه وهو سيدك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه عربي عرب كلون اسمه قرشي هدنا قريش مدلون اسمه عدناني جدك ليره عدنان سيدك لون اسمه يعني شاقة عربي قرشي عدناني قاب يراها مشوشه أبو هضلي يعني حال ربي ماشا أير ماشا أهو سيسئن وكبل هذا ومثلا
أو يراهدو قرشي عدناني عربي، لأنه مرك اللي يراهدو عربي وأوين يعني سد أحد ما شاء تعالى عربي مرك اللي يراهو جدوين عدنان كافسيح له قرشي جا قدام بعيد مرك الترقنا مصمين أيها أصحاب الله كر أمة دمين تدلنا مصمين أيها أصحاب الله كر أمة آخرين واسكو قصي مشوق شوكة دهو أحب مشكلات ملها. الدرس الثاني درس قلبات نسبه ووفاة والده. الدرس درس قاسو الثاني لبات نسبه نبغا أبتر سجيسي إيا ووفاة والده نبغا والد كيسي لا أفس شديسي وي ومركز مبتدأ خبر أنا سجل لكنه وجددنا وحلوه جيدا يعني ما يتعلق بنسبه ووفاة والده. حتى ذكرت الدرس الثاني هذا محله ومبحثه وي هنا تلاته ومركز ترى نسبه ووفاة والده هذا محلهما ومبحثهما إن الصاغة خبرت ذا سيقول بيرو والده نبغى والد كيسة صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الله قاسو ابن عبد المطلب إن عبد المطلب أها عبد المطلب قاسو ابن هاشم هاشم إن كيسها هاشم كما توينه لأنه ابن كلاقسيس فايس هاشم كاسو ابن عبد مناف إن عبد منافها عبد مناف كاسو ابن قصي إن قصيها قصي كاسو ابن كلاب إن كلابها همزة وضن كل واقيسة وحكد يعني وحكاه الرجال متوينه يسدون ابن ذو حكاه الرجال والندم علماء نحاضوا إكهد لهم بين هدهن ابن هاشم نهدهن علم كهدي أو لوصف أي كلمة ابن هذا علم كلام الوصي إضافية ما لها أن التموين أيوك مديه مع ذلك وانا كلمة اسكم منصرفة مسائل وإلى ما لها سديد أي جارسيان وكمديه وان التموين وأمه نبغى هو يديس صلى الله عليه وسلم آمنة آمنوه آمنة سو بنت وهبي إن وهبي أهد وهبي هو ابن عبد منافي إن عبد منافها عبد مناف هو ابن زهرتها زهره ابن كلاب إن كلابها هو يدي سنوكا أبتريس كيدي وعوير مركا فتجتمع أمه نبغى هو يديس مع والده نبغى والد كيسا مع كيسا أي لكل ميسا يعني والد كآبها يوجد جيدا في جده نبغى أبوه يحدي سيقول كل ميسا جدك الخامس أشنات وهو جدك خامس كهون كلاب كلاب كاسي إساق صورة عايا عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب مرك هذا اجتماع أو شيء ما أهن اجتماع ذات هلق أضلا ما أهن ذات ذا ما أهن يعني فتجتمع أمه مع والدي مرك ليه هو يد ذات ذي أي نبغى أبيه ذات ذي سلكل ما يسمع أي معنوه حوي فتجتمع أمه أي فيجتمع نصب أمه نبغى هو يدي سنصب كيدي ساسا لوجه ده أيها وحول كل ما مع والده مع نصب والده نبغى والد كيسي أو أبها نصب كيسي معي سول كل ما وح كل ما ولا بد نصبه إلا بد ذاته ما مرك مضاف قصد قدر نساء ولقد توفي والده وحير هذه ولقد توفي والده يعني نسبه قيب تسوى لك أقبحي
ووفاه والده ايوه هدنا كاغه جوابا والله ان كو دارت وخه يراد لقد حقيقه توفي والده نبغا والدكيس ابيس والله اوفصدي وهو حال نبغه في بدن امه نبغا هويديس علوشيدي او كو دخسغن يحي وعمره ان والدك عمرجيس وحال ثماني عشرة طبعا إيه سديد أو يهي أيان الله أفسديه سنة من سنة أو سنة يعني خلافات ربضنا كجرة أبوه مرك أوغيريوناي دأدي سوحة أيها عوسى شيخ أنه هذا كسوقاتي طبعا إيه سديد أيوه كسوقاته أبيه عبد المطلب أيها لنا عاس مدينه أو أدري inu raashin iyo wax noocaas uu soo adeego marka halka asigoo ku maqan ayaa tii alla meeshaas ay ku qabsatay oo tobani sidii jir ayuu ahaa nabiguna markaasi caloosha ayaa lagu siday wadufina waalidki bil madinati fil madina madino dhexdeedi ayaa lagu aasay walam yatruk kama tagina yiraahdo waalidku له نبغى شيء أو حبه أو متين شيء قاسو من المال أتقال أهو وحنتي أه أو أغتغي ملهنو أسئلة هذه أسئلة وسؤاله ما محيبا نسبه نبغى نسب كيس أو ياي أبترس كيس من جهة أبيه نبغى أبيه دنكي سي حال نسبك او كاهدي دنكا ابا ما شيغه هدان نسبه نبغى نسب بيس او ياي من جهه امه نبغى هويديس دنكي دي حال نسبك او كاهدي في اي جد ماشي اي ذا سو غدي وكان انو هيست مره صح ما اهو في اي جد او وككما دحديسي تجتمع امه نبغى هو يديسي مع أبيه نبغى أبيه سمعجيس أي كل كل ميسا يعني نصبك أي لوجه جيدة متى وقتجه أما جرمه توفي والده نبغى والد كيس الأفسدي أين حجه سما كان كه دفنا هو نبغى الوأس الخلاصة جوابتك قابا أيران هذا محلها ومبحثها أبوه نبغى أبيه عبد الله عبد الله غاسو ابن عبد المطلب إن عبد المطلب أها وأمه نبغى هو يديسنا آمنة آمنو آمنة غاسو بنت وهب يلتقي نسبهما الكسف وعضيه سمجد وحا اجتماع لوغا جيدو نصب بينو يهي وسنداتا دهين يجتمع نصبهما آبها إيه هو يدا نبغا نصب كود في جده نبغا ووويس لحديسي أيوك كل ما نصب كود جدك الخامس الشنات مات أبوه نبغا آبهيس وو غيريو ذا أيوراد وهو حال نبغو في بطن أمه نبغا هو يديسي علوش يدي أو كل حجرو الدرس الثالث درس السادحات ولادته ورضاعته ولادته نبغى الالتان كيسي ايه ورضاعته نبغى النوجنتي سيوي يعني ما يتعلق بولادته ورضاعته ولد صلى الله عليه وسلم ولد نبغى صلى الله عليه وسلم بمكة في مكة مكة تحديد اي الغد عليه يوم الاثنين في يوم الاثنين مال اثنين لحديثي أيان الغد عليه سيد حديث كي أبو قتادة في صحيح مسلم أو كعد نبو عليه الصلاة والسلام إن يوم الاثنين كاسو الثانية عشرة الثانية عشرة أغلاد مالك إلا بيطبنات أهو ثاني عشر كوم من ربيع الأول من ربيع الأول
ربيع وتنوينه يساؤه ما إضاف سنة ثاني عشر كاسو من ربيع إنه بشهر ربيع ليرهذه كمذا ربيعي الأول أهري ربيع الأول كو عامل فيلي في عامل فيلي مروديجي ضويسي أما سنة كيسي دحديسي أها ويعني سنة عربتو يصلا تقيني أو عامل فيل أي صلا قرني سوى وسمي عام ولادته النبغة لطلتان كيسة دوغي دي عامل فيل أي اللغم قعابي لماذا؟ لأن ملك الحبشة حبشة بغر كيدي أرسل عام ولادته نبغى ولادتي سي سنة كيدي جيشا عيدا إنو دري دردي سالله مقعبي إلى مكة مكة انتكا أدري لهدم الكعبة لأي لهدم الكعبة كعبة اللدمتان كيدا دردي سنة أو دري وقصد عنك هذا إلهي هو شيخي سبحانه وتعالى سورة الإرادة سورة الفيل وكان فيه مركز جيش كاس الحديث فيل مرودي أي قصونا فيل كاسو عظيم أي وين بدن حق جسم أي حق قوة انتبه واصيغه كلا أن أعرف وحلقوما قعاب جري مرودي كاس أصيغ محمود أي الله جرو مركز فأهلك الله إلهي سبحانه وتعالى أيها الجيش عيدا كي باب يو عيدا كي أو ربي إنه يعني كعبد كدميه إلهي سبحانه وتعالى أي باب يو وحوق صادر إلهي سبحانه وتعالى ضيرا أبابيل ومدول بأي لقحان أي وضوه أفك أي اللغة أي كسي دو وقفك أي كدو قيله مقعيسي وسدحان أكو قريه هل كأي اللغة باب يو إكراما لأجل إكرام كرامين دراديس إلهي أهله لولادة النبي صلى الله عليه وسلم نبغى ولادتيس لكرامين هاي وأرضعته نبغى بعد أمه نبغى هو يديس كبعد ثويبة قبرت ثويبة لديه جري أي نوجسي ثويبة سو الأسلمية قبيلة أسلم ليرهد لونس به خادمة عمه نبغى أدركي سي خادمة دي سنة أهد وعبا انت القدر الله مباهنا لأنه خادمك مذكر يا مؤنث بالله واستعماله أبي لهب أبي لهب أه عمكاس نصدى أني قانه استصدى ساكو قرصاصا نصحة لكن نصدى أسكت الله خادمة عمه أبي طالب سوصاص مدهن تاسوا خلطان تامر ثم مركك بعد حليمة حليمة يا نوجسي حليمة سوء السعدية قبيلة ليرهد بني سعد لونس به وحاتر هذا ومكث عندها قبرتاس أو حليمة سعدية ليرهد أكتد نبغ كنا قادي إلى أن بلغ عمره إلى نبغ عمر جيسو أربع سنوات سنوات أفرأك قارب أسئلة هذه تن أسئلة سؤال يالوه متى قرمه ولد صلى الله عليه وسلم نبغ الله عليه أين حقاسه ولد نبغ الله عليه لماذا شيقاسه درتيسه سمي عام ولادته نبغ الله لتان كيسه سنة كيسي يعني داو قيد يما سنة قيد عامل فيه للغو مقعابي من أحدكه أرضعت من إسلانته أرضعت هي منته نبغ نوجسي بعد أمه نبغى هو يدي سي كبعد نوجس الخلاصة جواب تقوبن هذا محلها ومبحثها ولي الدوالة علي نبغى صلى الله عليه وسلم بمكة في مكة مكة لحدي دي يلغول علي عام الفيل مروديغة سنة كيسي في عام الفيل مروديغة سنة كيسي لحدي سي أي يلغول علي وأرضعت وحن نوجسيه نبغى ثويبة ثويبة دي الأسلمية قبيلة بني أسلم يعني أسلم لونس به ثم مركك بعد حليمة السعدية
حليمة أيها نوجسي حليمة السعدية بني سعد اللون اسمه. الدرس الرابع الله سبحانه وتعالى أعلم.